معكم الوردي عبد اللطيف من مدينة التجيرة. عندي 33 سنة، متزوج وعندي وليد. هذه الفكرة هذا المشروع هذا سميته زعزع بلدي. هو معروف عند الناس، غير حنا زدنا فيه شي طاشات من عندنا. وهذا المشروع درنا لحقاش مع هذه الجائحة فقدنا العمل ديالنا، وقلنا علاش لا ما نديروش شي حاجة ديالنا. مشينا عند الباطون ديالنا، هو اللي ساعدنا في هذا المشروع هذا، ساعدنا ماديا ومعنويا، وكنشكرو من هذا المنبر هذا سميتو ميكائيل سيكسو، هو اللي ساعدنا بزاف وعطانا هذه الفكره هذه. هذه الفكره هذه شفناها في واحد السيت عند واحد السيد في كازا، قلنا علاش لا ما نديروهاش حتى حنايا في مدينه اكادير، هي اصلا كاينه، غير حنا زدنا فيها شي حويجات جداد. العمل ديالنا انا والصديق ديالي خدامين في الريستورون ميمي لابروشيت في لاكوت، خدامين هذه، هو خدام شي 14 عام وانا شي 10 سنين. مع الجائحه هذه ما خدامين ما والو، وقلنا علاش لا ما نتحركوا ونشوفوا المان ديالو. المواد اللي فيهم فيها الريب، فيها ايلان، ابلي، هربل، الروز، كنزيدوا عليها الرمان والبنان والعسل، واللوز، القرقاع، كاوكاو، الشوفان، اوريو، وبرك. كيفاش كتعاملوا مع الناس؟ صراحه الله في البدايه الناس كنشكرهم من هذا المنبر، هذوك كاع الناس عاونونا وساعدونا، وما عمرنا لقينا زعما شي مشكله ولا شي صعوبات مع شي واحد. كنقول لك على حسب، كان بعض الخطرات كنبيعوا 30 بواطه، بعض الخطرات 20 بواطه، بعض الخطرات 25 بواطه، حيت يلاه بدينا دابا بشي تقريبا شي 20 يوم. كنديروهم بجوج، بحال ديك السيمانه كاينين الناس اللي عيطوا علينا من الهدى، مشينا سربيناهم، دينا لهم لاكوموند ديالهم حتى للدار. سينو كنمشيو لحدا كما قلت لك، لحدا فرماسيان تشيرا، تما فين كنوقفوا، تما فين الناس عارفيننا بزاف تما. بالنسبه لشباب كنقول لهم غير فكروا وتكون عندهم العزيمه، عطى الله ما يدار. ما يفقدوش الامل. شحال التكلفه ديال المشروع؟ بالنسبة للتكلفة ديال هادي تقامت علينا بكروسة بوحدة، تقامت علينا بمليون و 70,000 ريال. زدنا عليها الطاقة الشمسية، وزدنا عليها الباتري، والإشهار، واللوغو ديالنا، تقريبا غتكون شي 20,000 درهم. السلام عليكم خوتي المغاربة، معكم العمري حمدي، السن ديالي 34 سنة. حنا هذا المشروع هذا درتو أنا والصديق ديالي اللي هو عبد اللطيف الوردي. دعمنا واحد السيد اللي هو الباترون ديالنا، كنا خدامين عنده تقريبا، انا خدام عنده شي 14 عام في الريستورو، الصديق ديالي شي 10 سنين. الحمد لله فكرنا نديرو مشروع ومشينا عنده، الحمد لله ما رضناش، تعاون معنا مزيان، وهو اللي هذا ميسيو ميكائيل، هذا جويف ماروكان، يهودي مغربي، هذا هو اللي تعاون معنا، طرحنا عليه الفكره والحمد لله ما قالناش لا، والتعاون معنا ماديا ومعنويا. اشنو تقولوا لهذا السيد هذا؟ واش نقولوا ليه؟ تنشكروا من المنبر بزاف بزاف بزاف، حيت راك عرفتي ديال هذه الجائحه هذه، الانسان راه خصو شي مصدر ديال الرزق، والحمد لله التعاون معنا، مشينا عطينا الفكره والتعاون معنا ماديا ومعنويا. واحد التحيه خاصه من هذا المنبر للزوجه ديالي اللي هي مدام العمري، هي اللي تطيب لنا هذا الخير هذا وتدج لنا هذا الخير، وتنشكرها من هذا المنبر بزاف بزاف بزاف، والله يخليها لينا. وانا كنشكر الزوجه ديالتي، حتى هي كدير معنا المجهودات، مسكينه صابره معنا، وكنشكر العساس حتى هو اللي كيبقى حاضر لنا الكروسه. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناه 8 مارس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.